السيسي كقائد وطني لا يمكن يقبل، لا يمكن، مستحيل، وحاشا حاشا لله انه يقبل. بس هو لو ما قبلش هيبقى هنا راجل مش متعاون ويبقى عدو. هما مش قابليننا من 30 يونيو، وانت برضو عندك يعني شويه صندوق نقد وعندك شويه فلوس وديون وبتاع. اديه بيبان قلبه على اخواتنا ووطني، هو بيقول لازم نوصل مساعدات لاهلنا في غزه، لكنه في نفس السطر يقول لو دخلناها معناها اننا بنحارب اسرائيل وامريكا واحنا مش قدهم. هو نفسه عماد الدين اديب كل شيء وعكسه. حماس مقاومه محترمه، حماس فتحت السجون وتبع الاخوان وعندنا اسمائهم. هو ده عماد اديب، لازم ندخل لغزه المساعدات، لازم، لان ده واجب وطني وانساني. بس لو دخلنا هننضرب الا اذا اعلنا اسقاط كامب ديفيد. هو ده عماد اديب، مفيش حاجه. هو ده الطابور الخامس اللي هو يوصلك لمرحلة لو سكرت ربنا هيزعل مني وهيبقى اعتبرها ذنب، بس لو ما سكرتش هتقطع عني عيشي وشغلي. أي عماد انت بنعمل ايه يعني؟ ايه الحل يعني؟ نولع في حماس؟ عيب، مش وطنيين برضه. طب نحب حماس؟ عيب، هم السبب. الطابور الخامس للأسف هو أخطر علينا من إسرائيل ونتنياهو. انت تعرف عماد بيعمل فيك ايه؟ بيحطك في الخلاط. عارف انت البسترة سخن ساقع، تصل لمرحلة إن مالكش قرار، سيب غيرك ياخد القرار بقى. هو ده المطلوب، إن الشعوب تتخطخط كده، إن أنت وأنت قاعد في البيت وأنت بتسمع عماد أديب يحصل لك كده تربلة. إيه ده؟ أيوه صح، ده صح، أيوه إيه ده؟ وده صح، إيه بقى؟ طب بصوا يا جماعة والنبي أنا تعبت، شوفوا أنتوا عايزين تعملوا إيه؟ وهو المطلوب، وده دور الطابور الخامس، ودي نتيجة عملية البسترة، إنك أنت تصل لمرحلة أنا مش قادر آخد قرار يا جماعة، خدوا أنتوا وأنا موافق على أي حاجة تعملوها. الطابور ده أخطر علينا من إسرائيل والصهاينة ونتنياهو. الصهاينة العرب والمنافقين العرب والخبثاء العرب في الإعلام اللي ضربنا لكم نماذج ليهم دلوقتي، النهاردة بيتكلموا بلسان عربي مبين. آه والله، لكن قلوبهم وأهدافهم عبرية إسرائيلية تخدم مصالح إسرائيل، وتبرر سفك دماء أطفالنا ونسائنا وأهلنا في غزة، وتمهد كويس قوي لتصفيه القضية الفلسطينية. الخلاصة يا حضرات، احذروا الطابور الخامس العربي، احذروا الناس اللي بتتكلم بألسنة عربية ولكن قلوبها عبرية، احذروا الألسنة العربية التي هي أشد تطرف من الإسرائيليين. هم دول الأخطر علينا من الحرب البرية وقصف الفانتوم والإف 16. هم دول اللي قال عليهم الراجل إيميليو وهم داخلين مدريد. هم أربع طوابير عسكرية صحيح، أو أربع فرق، بس عندنا طابور خامس، والطابور الخامس ده هو الأشد، هو اللي بيلعب في قلب العدو في قلب مدريد. وبكده نجح الانقلاب العسكري في أسبانيا، نجح صح بالضغط العسكري، لكن النجاح الأول في قلب مدريد بالطابور الخامس، إنك تبلبل الناس، إن الناس ما تفهمش إيه الصح من إيه الغلط، إن الناس تصل لمرحلة إن أنا مش عارف آخد قرار. وده دور الطابور الخامس، ويسيب بقى مين اللي ياخد القرار؟ السيسي ومحمد بن سلمان.